مختار يوسف، مدير مكتب سيادة النائب عماد سعد حمودة عن بندر الفيوم. المكتب احنا بنتواجد من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 2 الظهر، وبعدين من الساعة 6 المغرب لغاية حوالي 9 10، وممكن بنكمل حسب ظروف المكتب يعني. المكتب مفتوح طبعا لمشاكل المواطنين هنا في الفيوم. طبعا دايما الشكاوى الكتيره، طبعا موضوع المجاري والقمامه والحالات الانسانيه بقى، المساعدات الانسانيه. وصلتوا قد ايه يا استاذ؟ كم حوالي كم يعني؟ احنا تلقينا حوالي بالنسبه للموضوع في الفتره دي اللي فتح فيها المكتب، في انهي جزئيه بالظبط؟ في كل الاجزاء يعني؟ لا احنا يعني ممكن نعدي حوالي 150 ما بين شكوى ومساعده انسانيه وطلبات. 150 يعني. وطبعا سياده النائب طول ما هو متواجد طبعا في جلسات في مجلس النواب، بيجي طبعا اول ما بيخلص بيجي ياخد الطلبات اللي احنا بنبقى مجهزينها له. عاملين ارشيف اهو. دي طبعا مختلفة. كل وزاره لوحديها. وطبعا اللي بيحتاج موافقات الساده الوزراء طبعا سياده النائب بياخدها معاه. واما هنا اذا كان مشكله في مديريه الامن، مديريه التربيه والتعليم، ديوان عام المحافظه، مديريه الزراعه، طبعا كل المشاكل دي الحمد لله ربنا يعني بنقدر بنخلص فيها يعني فوق حوالي 90% طبعا من حلها الحمد لله. عشان ما كفت المجالات بقى، زراعه وتموين، زراعه والتربيه والتعليم والتموين والري، كل الهيئات هنا او ومجلس المدينه ودول عام المحافظه. هي دي يعني دايما الشكاوى كل واحده بتروح اتجاهها يعني. طب الشكوى بتوع المواطن لسه عليها بعد كام يوم؟ لا احنا حضرتك بناخد بياناته وبياخد تليفونات المكتب، واحنا بناخد تليفونه برضو عشان احنا لو احنا قدرنا ربنا كرمنا وخلصناها قبل ما هو يسال، احنا بنتصل بيه وبيجي بيستلم الطلب، وبتبتدي بقى حضرتك يتجه مثلا للحي للمديريه حسب الشقه بتاعته يعني.